مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من امام مستشفى محمد الخامس، بالضبط من امام المستعجلات اللي استقبلت قبل قليل عدد من الضحايا سواء ديال الحريق اللي اندلع داخل احدى المنازل هنا بمشروع الحسن الثاني بمنطقة الحي المحمدي، اللي انتج عنه خسائر كبيرة وعدد من المنازل اللي وصلها اللهيب ديال النيران اللي كان دالع في واحد المحل سكني او في واحد المنزل كيتواجد بالطابق السفلي باحدى العمارات السكنيه هنا في مشروع الحسن الثاني، واللي نتج عليه اصابه ديال واحد السيده، اختناق ديال واحد السيده واصابه ديالها على مستوى العنق، ما نقدروش نقولوا واش مهرسه ولا لا، الاطباء اللي غادي يعرفوا. تم النقل ديالها على عجل من طرف سياره الاسعاف التابعه لجهاز الوقايه المدنيه للمستعجلات، وقبل قليل كذلك انتم كتشوفوا الاستنفار الامني اللي كاين هنا في المستعجلات، وقبل قليل كذلك استقبلت هذه المستعجلات اربعه ديال الاشخاص ضحايا حادثه سير مميته وقعت قبل قليل بالقرب من المجازر القديمه. جوج ديال الدراجات الناريه، وحده منهم من الحجم الكبير وحده من الحجم العادي، اصطدموا فيما بينهم. النتيجه وفاه سائق دراجه ناريه وإصابة واحد الشابة كانت معاه إصابة خطيرة على مستوى الرأس، وجوج ديال الإصابات ديال جوج ديال الشبان كانوا على متن الدرجة الثانية، يعني الطرف الثاني في الحادثة ديال السير. إذا حادثة سير خطيرة قبل قليل وقعت بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، النتيجة ديالها وفاة شاب في مقتبل العمر كيبلغ حوالي 20 أو 21 سنة، وإصابة الشابة اللي كانت برفقة ديالو إصابة خطيرة استدعى ادخال ديالها الى قسم الانعاش على عجل، وجوج ديال الاصابات ديال الناس اللي كانوا في الدراجه الناريه الاخرى اللي كانت طرف في هذه الحادثه ديال السير. اذا خمسه ديال الاشخاص اللي استقبلتهم المستعجلات ديال مستشفى محمد الخامس، وانا تشوف تي في علمت بان الشابه اللي كانت برفقه الشاب اللي توفى الله يرحمه والله يصبر الاهل والاحباب ديالو، تم النقل ديالها على عجل من بعد تلقي العلاجات الأولية إلى المستعجلات أو إلى مستشفى ابن رشد الجامعي من أجل القيام بالمتعين، لأن الإصابة ديالها خطيرة وخطيرة جدا، وأصيبت على مستوى الرأس، ربما ما كانتش دايرة الخوضة. هذا هو السبب علاش الأمن كيدير حملات أمنية كيأكد على استعمال الخوضة، يعني الكاسك. مرة أخرى الحمد لله على سلامة الناس الساكنة ديال دوك العمارة اللي شعلات فيها العافية هنا بمنطقة الحي المحمدي عين السبع، وبالنسبة للشاب اللي توفى الله يصبر الأهل والأحباب ديالو. قبل قليل سمعنا بأن اتصلوا بالأم ديالو وجاية في الطريق، كيفاش غادي تلقى الخبر؟ ما قالولهاش ولدك مات، قالولها غادي هيك سيدة أجي تشوفيه، كيفاش غادي تلقى الخبر ديال ولدها عنده 21 سنة أو 20 سنة توفى الله يرحمه. إنا لله وإنا إليه راجعون. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، سيروا بشوية توخاو الحذر، ردوا البال، سامحوا شوية في حقكم. هاد جوج ديال الدراجات غاديش نعرفوا التفاصيل ديال الحادثة، إن الأمن هذاك اختصاص الأمن هو اللي غادي يفتح تحقيق ويعرف التفاصيل ديال الحادثة كيفاش وقعت. إنما منين كتكون اصطدام ديال جوج دراجات وكتنتج عنه الوفاة، إذا كاينة السرعة، كاينة السرعة، السرعة 100% كاينة، لانه كان ما كانت السرعه الاصطدام غادي يكون خفيف ويكون كسر، يكون جرح يكون، ولكن ما يكونش الوفاه. الوفاه كتعني سرعه مفرطه. مره اخرى الله يصبر الاهل ديالو الاحباب ديالو، هذيك البنيته اللي مشات للسبيطار الله يجزا فيها، هذوك جوج ديال الشبان اللي كانوا طرف في الحادثه كانوا بالدراجه الناريه الاخرى، اللي عرفنا بان الاصابات ديالهم الحمد لله ماشي خطيره، تاهما الله يشافيهم والله ينجينا ويجيكم من أفاس الدنيا. دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، وإلى مباشر آخر.